السلام ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بالمحاضرة الثانية للفصل التاسع، أساليب تقييم المشروعات الرأسمالية. درسنا المحاضرة السابقة فترة الاسترداد، وقلنا أنها فترة الاسترداد بتساوي التكلفة المبدئية للمشروع على التدفق النقدي السنوي، وأخذنا مثال فيها كان عطيني التدفق النقدي السنوي جاهز، فأنا قسمت على طول التكلفة المبدئية على التدفق النقدي السنوي. عندنا هنا في مثال 3 صفحة 267 مش عطيني التدفق النقدي السنوي، أنا بدي أحسبه لسه. فنشوف المثال صفحة 267 بقول لي تدرس شركة العودة للمواد الغذائية عدة اقتراحات بديلة بشأن تشغيل خط إنتاجي جديد، وفيما يلي البيانات التي قدمتها الإدارة التسويقية للشركة لاستخدامها في عملية التقييم والمفاضلة بين العروض المختلفة التي تلقتها والتي حازت قبولها من الناحية الفنية. عندي شركة العودة بدها تضيف خط إنتاجي جديد للمصنع تبعها، عندنا قدموا لها 3 بدائل، البديل الأول، البديل الثاني، البديل الثالث. 3 بدائل انعرضوا على اللجنة الفنية، واللجنة الفنية قالت إنهم 3 بدائل جيدة من ناحية الفنية. هل جت ضايلة الدراسة المالية؟ بدنا نشوف مين أفضل بديل فيهم، البديل الأول ولا الثاني ولا الثالث. قالوا لنا شوفوا لنا مين أفضل بديل حسب معيار فترة الاسترداد. نشوف البيانات تاعتهم وكيف بدنا نحسب فترة الاسترداد. عندي التكلفة المبدئية بآلاف الدنانير، البديل الأول بكلفني 300 والمبلغ بآلاف الدنانير يعني 300,000 دينار، البديل الثاني بكلفني 400 يعني 400,000 دينار، والبديل الثالث 500,000 دينار. هذا التكلفة المبدئية. طيب العمر الافتراضي، البديل الأول متوقع أنه يخدمني 3 سنوات، والبديل الثاني متوقع يخدمني 4 سنوات، والبديل الثالث متوقع يخدمني 5 سنوات. نيجي نشوف القيمة الإهلاكية، الخردة. هل جيت البديل الأول بعد 3 سنوات ممكن يكون له قيمة خردة بقيمة 30,000 دينار، والبديل الثاني يكون له قيمة خردة 60,000 دينار، والبديل الثالث 100,000 دينار. طيب نشوف إيش بده يجينا تدفقات نقدية من هذه البدائل. صافي الربح النقدي السنوي قبل الإهلاك والضرائب، عندي هنا قبل الإهلاك والضرائب البديل الأول حيجيب لي 160,000 دينار كل سنة، البديل الثاني حيجيب لي 145,000 دينار، والبديل الثالث 120,000 دينار. بده إيانا كمان بقولنا معلومة إنه الشركة بتستخدم طريقة القسط الثابت لإهلاك الآلات تاعتها زائد سعر الضريبة 40%، والمطلوب أعمل مفاضلة بين 3 بدائل واختار الأفضل اللي بدها تكون فترة الاسترداد له أقل. طيب احنا قلنا فترة الاسترداد بتساوي التكلفة المبدئية للمشروع على صافي التدفق النقدي السنوي. هذا اللي عندي صافي الربح النقدي السنوي قبل الإهلاك والضرائب. قبل الإهلاك تمام، الإهلاك أصلا ما بديش إياه لأنه مصروف غير نقدي، لكن الضرائب بدفعها ولا بدفعهاش؟ الضرائب بتم دفعها. إذا هذا المبلغ بتخصم منه مين؟ بتخصم منه الضرائب عشان يعطيني صافي الربح النقدي السنوي. طيب الضرائب لما بحسبها بكون خاصمة منها مين؟ الإهلاك. إذا ذاكرين في قائمة الدخل كنا نقول صافي المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة ناقص المصاريف، المصاريف اللي كنت أخصم منها كان منها مين؟ الإهلاك، عشان أوصل لصافي الربح قبل الضريبة وأخصم منه مين؟ الضرائب. إذا هذا صافي الربح بتخصم منه الإهلاك، هيعطيني صافي الربح قبل الضرائب، هخصم منه مين؟ هخصم منه الضرائب، بيعطيني صافي الربح المحاسبي. احنا قلنا في فترة الاسترداد بطلعش لصافي الربح المحاسبي، بدي صافي التدفق النقدي. اذا برجع بضيف له الاهلاك علشان يعطيني صافي التدفق النقدي السنوي. اذا هنا قلنا فترة الاسترداد بتساوي التكلفة المبدئية للمشروع، هاي ها التكلفة المبدئية للمشروع جاهزة عندي ما بدهاش حسبة، هاي ها التكلفة جاهزة، بدي اقسمها على صافي التدفق النقدي السنوي هو اللي بده شغل واحسبه. نيجي نشوف كيف بدنا نحسب التدفقات النقدية السنوية ل3 بدائل. هاي بدي ابدا هيك اعمل جدول،
هاي البديل 3، البديل 2، البديل الأول والبيان. هاي البيان، البديل الأول، البديل الثاني، البديل الثالث. هذا هيصافي الربح النقدي السنوي قبل الإهلاك والضرائب. هذا بدي أجيب منه، بدي أشتغل عليه عدة عمليات عشان أوصل لصافي التدفق النقدي السنوي. أول بديل قديش؟ 160. ثالث بديل بيعطيني 145,000، والبديل الثالث بيعطيني 120,000. هذا قبل الإهلاك والضرائب. إذا بدي أخصم منه الإهلاك، بعدين أخصم الضرائب عشان أشوف صافي الربح المحاسبي. طيب ناقص الإهلاك، كيف بدي أحسب الإهلاك؟ هاي إيش بقول لي الشركة بتستخدم مين؟ طريقة القسط الثابت. نتذكر القانون الإهلاك حسب طريقة القسط الثابت. هاي الإهلاك بيساوي تكلفة الأصل ناقص قيمة الخردة على العمر الإنتاجي. هذه اللي أخذناها في محاسبة 2. الإهلاك حسب طريقة القسط الثابت بيساوي تكلفة الأصل ناقص قيمة الخردة على العمر الإنتاجي. طيب نحسب للبديل الأول، قديش تكلفة الأصل؟ 300. قديش الخردة؟ 30. قديش العمر الإنتاجي؟ 3. إذا الإهلاك للبديل الأول بيساوي 300 التكلفة المبدئية، الخردة 30، والعمر الإنتاجي قديش؟ 3. 300 ناقص 30 270، على 3 بطلع عندي 90. إذا الإهلاك لأول بديل 90، بحطه بين قوسين عشان بدي أطرحه. طب البديل الثاني كيف أحسب؟ هاي التكلفة 400 ناقص 60 على 4 بيطلع عندي 85. البديل الثالث 500 ناقص 100، 400 على 5 بيطلع عندي 80. طيب هاي صافي الربح النقدي السنوي 160 ناقص 90 بعطيني 70، اللي هو صافي الربح المحاسبي قبل الضريبة. 145 ناقص 85 بتعطيني 60، 120 ناقص 80 بتعطيني 40. هذا قبل الضريبة. لقيت بدي أخصم منه مين؟ بدي أخصم منه الضريبة. قديش الضريبة سعرها؟ 40%. إذا 70 ضرب 40% تطلع عندي 28. 60 ضرب 40% تطلع عندي 24. والأربعين ضرب 40% تطلع عندي 16. هينا نخصم الضريبة عشان نوصل لصافي الربح بعد الضريبة. صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة 70 ناقص 28 بطلع عندي 42 صافي ربح للبديل الأول. البديل الثاني 60 ناقص 24 بطلع 36. البديل الثالث 40 ناقص 16 بطلع عندي 24. هذا صافي الربح المحاسبي بعد الضريبة. هل هذا هو التدفق النقدي السنوي؟ قلنا الفرق بين صافي الربح المحاسبي وتدفق النقد السنوي انه صافي الربح المحاسبي بيشتغل على اساس الاستحقاق وبياخذ المصروفات غير النقديه في الحسبان، لكن التدفق النقدي ما بدناش المصروفات غير النقديه، لانه الاهلاك هنا مصروف غير نقدي لا يتم دفعه خلال السنه، انما هو توزيع تكلفه الاصل عبر عمره الانتاجي. اذا هذا صافي الربح المحاسبي، كيف بدي أوصل منه لصافي التدفق النقدي؟ بدي أرجع أجمع له الإهلاك. ليش أرجع أجمع له الإهلاك؟ لأنه الإهلاك لم يتم دفعه. طيب نيجي نشوف الإهلاك اللي حسبناه قبل شوي قديش. الإهلاك للبديل الأول 90، البديل الثاني 85، والبديل الثالث 80. ليش بدي أرجع أضيفه الإهلاك؟ لأنه مصروف غير نقدي. فهذا عندي ربح، أنا بديش الربح، أنا بدي صافي التدفق النقدي السنوي. فجمعت له الإهلاك
مرة أخرى. إذا 42 زائد 90 132 ألف دينار، 36 زائد 85 121، 24 زائد 8 104. إذا هذه الخطوة كلها عملتها عشان أحسب التدفقات النقدية السنوية للبدائل الثلاثة. هل جيت ما دام التدفقات النقدية السنوية جاهزة والتكلفة المبدئية جاهزة عندي، إذا المعطيات بتاعت القانون المتغيرات الاثنين جاهزين. إذا هل جيت بقدر أحسب فترة الاسترداد؟ هاي احتساب فترة الاسترداد. فترة الاسترداد قلنا التكلفة المبدئية للمشروع على التدفق النقدي السنوي. نيجي نحسب، عندي هاي ثلاث بدائل، البديل الأول الثاني الثالث، وهي البيان. التكلفة المبدئية، أول مشروع تكلفته المبدئية 300 والثاني 400 والثالث قديش؟ 500,000. بدي أقسمها على مين؟ على التدفق النقدي السنوي. قديش الأول جاب لي تدفق نقدي؟ 132. الثاني جاب لي تدفق 121 والثالث قديش؟ 104,000. هاي فترة الاسترداد بتطلع معي قديش؟ 300 تقسيم 132 بتطلع 2.27. الثاني 400 تقسيم 121 طلعت 3.3. البديل الثالث 500 تقسيم 104 بطلع عندي 4.8. هيك حسبنا البديل الأول 300 التكلفة المبدئية تقسيم التدفق النقدي 132 طلعت 2.27، الثاني 3.3، 4.8. إذا أي مشروع أختار حسب فترة الاسترداد؟ فترة الاسترداد بقول لي أختار الأقل، إذا بدي أختار البديل الأول اللي بيعطيني فترة استرداد أقل فترة، 2.27 أقل قيمة فيهم، إذا يتم اختيار البديل الأول. هيك بنكون خلصنا فترة الاسترداد. بدنا نروح للمعيار الثاني من معايير تقييم المشروعات الاستثمارية، هو صافي القيمة الحالية. إذا ذكرين المحاضرة اللي فاتت قلنا من عيوب فترة الاسترداد إنها لا تأخذ القيمة الزمنية للنقود بالاعتبار، لأنها بتعتبر الدينار اللي بده يجيني اليوم هو نفس الدينار اللي حيجيني بعد عدة سنوات. فعندنا صافي القيمة الحالية بتأخذ القيمة الزمنية للنقود، فجاء معيار صافي القيمة الحالية عشان يتخلصني من عيوب فترة الاسترداد. إيش صافي القيمة الحالية؟ صافي القيمة الحالية بدنا نجيب القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع، وأحسب منهم صافي القيمة الحالية. أي صافي القيمة الحالية. إيش صافي القيمة الحالية؟ قلنا هو مؤشر من مؤشرات تقييم المشروعات الاستثمارية، بيعتبر هو الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع ناقص القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة للمشروع عند سعر خصم معين. سعر الخصم هذا أو معدل الخصم هو عبارة عن تكلفة الفرصة البديلة. إيش قاعدة القرار فيه؟ صافي القيمة الحالية ممكن يطلع عندي أكبر من 1 أو يساوي 1 أو أقل من 1. ممكن يكون عندي 3 خيارات للصافي القيمة الحالية. إذا كان أكبر من 1 فالمشروع بيحقق عندي عائد أكبر من معائد المطلوب اللي طلبته أنا. إذن هنا في صافي القيمة الحالية أكبر من 1، إذا المشروع بيعطيني عائد أكبر من معدل العائد المطلوب، إذا ساعتها بوافق على
المشروع. صافي القيمة الحالية بتساوي 1، يعني بيعطيني نفس معدل العائد اللي طلبته، برضه بوافق على المشروع. لكن لو طلع صافي القيمة الحالية أقل من 1، إذا المشروع بيحقق لي عائد أقل من العائد اللي طلبته. أنا طلبت 10% وحقق لي أقل، إذا لا أختاره. إذا قاعدة القرار في صافي القيمة الحالية إنه إذا كان مشروع 1 عرض علي بدي أشتغل صافي القيمة الحالية، إذا طلعت أكبر أو يساوي 1 حقبل المشروع، لكن لو كانت أقل من 1 بأرفض المشروع. طيب لو كان عندي أكثر من مشروع، تم عرض علي أكثر من مشروع، كيف بدي أقرر؟ بأشوف بحسب صافي القيمة الحالية للمشروعين، والمشروع اللي بيعطيني صافي قيمة حالية أكبر من الثاني هو اللي بختاره. طيب كيف بدنا نحسب القيمة الحالية؟ عندي نوعين من القيمة الحالية، عندي القيمة الحالية لمبلغ حيجيني بعد فترة، أو القيمة الحالية لمبلغ حيجيني على عدة سنوات. ناخذ أول مثال ونشوف كيف بدنا نحسب. هاي مثالنا 4. أول حاجة هاي قانوننا present value بيساوي future value على 1 زائد R أس تي. إيش هذه البريزن فاليو؟ هي القيمة الحالية لمبلغ معين. القيمة الحالية الفيوتشر فاليو هي القيمة المستقبلية لمبلغ معين. طيب الار هي معدل الفائدة، والتي هي الزمن. هذا القانون بيعطيني القيمة الحالية لمبلغ 1 حيجيني بعد فترة، يعني مثلا 10,000 حتجيني بعد 5 سنوات، أو 7,000 حتجيني بعد 3 سنوات، المبلغ حيجيني لمرة واحدة، هذا القانون تبعه. نيجي ناخذ مثال 4، بقول لي ما هي القيمة الحالية لمبلغ 1000 دينار بعد 5 سنوات عند سعر خصم 8%. اذا بده القيمة الحالية لمبلغ 1000 دينار حيجيني بعد 5 سنوات عند سعر خصم 8%. نشوف هنا الفيوتشر فاليو جاياني 1000 دينار بعد 5 سنوات، التي امتى؟ 5 سنوات، سعر الخصم الار 8%. فبدي احسب مين؟ بدي احسب البريزنت فاليو. هاي عندي البريزنت فاليو، بدنا نعوض فيه القانون. هاي البريزنت فاليو بتساوي الفيوتشر فاليو 1000، الار عندي هايها 8%، والتي تساوي قديش؟ 5 سنوات. بشتغل على الآلة الحاسبة، بحط الرقم هذا على الآلة الحاسبة العلمية، بطلع عندي 1000 على 1.47 ويساوي 680.6. هل جيت ممكن أشتغل على القانون، أو في عندي جداول للقيمة الحالية في نهاية الفصل؟ في عندي جدول صفحة 284، صفحة 284، نشوف كيف بدنا نختار من الجدول لو بديش أحل على القانون. هنا عندي سعر الخصم قديش؟ 8%، والسنوات قديش؟ 5%. فبروح للجدول صفحة 284، بختار معدل الفائدة 8%. عندي فوق الفوائد 1 2 3 4 5 لعند 13%، فبختار عند قديش الفائدة؟ عند 8%. طيب 8% كم سنة؟ 5. عندي العمود بروح عند 8 ولا عند 5 سنوات و8%، التقاطع تبعهم. هنا عندي العمود 8%، هنا الصفوف 1 2 3 4 5، هنا في 7% 6%. فبشوف اللي عندي 8 عند الرقم 5 ايش بتتقاطع؟ بلاقي 0.681 في الجدول
إذا هايها الألف ضرب 0.681 معامل القيمة الحالية عند 5 سنوات و8%، بتطلع 0.681. على طول بضربها في الألف بتطلع 681 دينار، وهذه هيها بالتقريب تساوي 681 دينار. إذا القيمة الحالية بقدر أجيبها على القانون أو من الجدول. الجدول اللي هو صفحة 284 عندي معدل فائدة 8%، بختار العمود تبع 8%. عندي السنوات 5، بدور لعند 5 بشوف التقاطع تبعهم، بطلع عندي 0.681 بضربه في الألف بتطلع 681. هذا القانون عندي لقيمة لمبلغ واحد جاييني بعد فترة من الزمن. هل جيت في التدفقات النقدية أو في المشاريع ممكن يجيني تدفق نقدي سنوي لعدة فترات، يعني مثلا 5000 تجيني في السنة الأولى 5000، والثانية 5000، والثالثة 5000 لمدة معينة من الزمن. كيف بدي أحسب القيمة الحالية إلها؟ في عندي قانون مختلف للدفعات المنتظمة، هاي القانون present value of annuity، يعني مبلغ حيجيني على عدة فترات يساوي البي البرنسبل المبلغ على 1 ناقص 1 زائد R أس T على الR. الـ present value of annuity هي القيمة الحالية، بس مش لمبلغ واحد، لدفعات منتظمة، يعني حتجيني على عدة فترات بمبلغ الدفعة اللي حيجيني كل سنة. R نفسها معدل الفائدة، وتي نفس القانون السابق الزمن. إذا هذا القانون لما يكون عندي المبلغ مش جاييني لسنة واحدة، لعدة سنوات. ناخذ مثال 5، مستأجر يدفع 1500 دينار سنويا، طلبا المؤجر أن يدفع عن 8 سنوات مقدما. سعر الفائدة 10%. هل جيت مستأجر عقار معين، مستأجره منه لمدة طويلة، راح المؤجر طلب منه يدفع 8 سنوات مقدما، كل سنة هو بده يدفع 1500 دينار. يعني لما تبدا السنة الأولى بده يدفع 1500، لما تبدا السنة الثانية بده يدفع 1500، والثالثة هكذا. لكن المؤجر لظروف ما طلب منه انه المبلغ 8 سنوات بده اياه مقدما. هل بينفع المستأجر يروح يضرب 8 ضرب 1500 ويعطي القيمة الإجمالية؟ لا، المستأجر مش حيرضى، لأنه دينار اليوم غير دينار الغد. فبدنا ناخذ القيمة الحالية للمبلغ ال 1500 اللي بدنا ندفعه لثمان سنوات. إذا بدي أحسب الـ present value of annuity. طيب البي اللي هي الدفعة قديش كل سنة حيدفع؟ 1500 دينار. الفائدة قديش؟ 10%. والزمن قديش؟ 8 سنوات. إذا هذه المعلومات بدي أعوض عليها في القانون عشان أحسب قديش المبلغ اللي حيدفعه المستأجر. عندي البرنسبل مبلغ الدفعة 1500، هاي 1 ناقص 1 زائد الار قديش سعر الفائدة؟ 10% على تي اللي هي الزمن قديش؟ 8 سنوات، على الار اللي هي 10%. هذا القانون برضو بحطه على الآلة الحاسبة، بس بحطه بشكل صحيح عشان تطلع عندي القيمة صح. فبيساوي 1500، هذا كله بيطلع على الآلة الحاسبة 5.335، فبيطلع عندي 8002.5 دينار. إذا المستأجر هلقيت حيدفع له الإيجار عن 8 سنوات بيساوي قديش؟ 8002.5 دينار. هيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم، وإلى اللقاء في محاضرة